في العادة فإن فيديو كهذا سيبدأ بمحاولة إرعابك. سنخبرك أننا سنتحدث عن مسحوق أبيض مسمم يسبب الإدمان، يدمرك. ستفكر تلقائياً كالهيروين، الكوكايين، أي مخدرات. ثم سنخبرك أننا نتحدث عن السكر. ستظن أنك اكتشفت اللعبة. سننجح في جذب انتباهك، لكننا لن نفعل ذلك. لن نحاول إخبارك بأن مقارنة السكر بالهيروين صحيحة، لكننا سنخبرك أن السكر عدوك الغذائي الأول، وأنك لا تعرف ماذا يفعل بك المسحوق الحلو الذي تحبه. أبيض، حلو، وقاتل. بدأت القصة البيضاء من مكان غريب، حملة صليبية جديدة على بلاد الشام، لكن هذه المرة كانت مختلفة، واكتشف الصليبيون نبتة لم تكن موجودة في المرة السابقة. مذاق جديد ورائع لم يألفوه من قبل، ولكنه تملكهم. تتبعوه، عرفوا أن عبيد غرب إفريقيا يزرعونه وبلاد العرب تنتجه، ويشربه العرب في مشروبهم الأول القهوة، لذا أرادوه لأنفسهم. وسرعان ما وجد السكر نفسه محتلا قارة أخرى لثلاثة قرون. دخل في كل شيء في أوروبا حتى وصل لمشروب الملكة إليزابيث الأولى الشاي الإنجليزي، لينتهي الأمر بإدمانها له ولتفقد أسنانها بالكامل نتيجة لذلك. أتى كولومبوس بعد ذلك وأخذ معه النبتة من ماديرا البرتغالية إلى العالم الجديد الذي اكتشفه. ولأن السكان الأصليين ليسوا مزارعين، ولأن الأوروبيين رأوا في النبتة كنزا عظيما، كان عليهم أن يجدوا حلا لنشر فيروس السكر. شحنوا 11 مليون عبد إفريقي للعالم الجديد، أنشأوا مزارع خاصة بسكر في كل مكان، واكتسبوا ثراء فاحشا. ظل فيروس السكر يتوسع بلا حدود وبنفوذ كبير، حتى وصلنا لسبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت أمراض القلب تنتشر في الغرب كالنار في الهشيم، ولتصبح أمريكا بالأخص أمة القلوب المنهارة. فتش عن السبب. كان مسرح الجريمة هو الطعام، ثم قلصت قائمة الاتهام لمتهمين، إما الدهون ترسب الكوليسترول في الشرايين، وإما بطل القصة السكر يعطل عمل هرمون الليبتين، هرمون الشبع. تندلع الحرب سريعاً. جدل محتدم بين اثنين، أنسل كيز عالم الأحياء الأمريكي الشهير، وجون ييتكن خبير التغذية البريطاني، وبدعم شركات السكر والمشروبات الغازية ينتصر أنسل، وألصقت تهم مرض القلب بالدهون، وبرئ السكر من الساحة. خرج الأبيض الحلو من صندوق بندورة، وتوالى انهيار البشر. خلال ثلاثة عقود فقط تضاعفت مستويات البدانة 400% لكل عقد في الولايات المتحدة. في أستراليا يعاني أكثر من 67% من البدانة. وإن كان 30% من سكان كوكب الأرض يعانون البدانة اليوم، فمن المتوقع أن تصعد النسبة حتى 67% بحلول عقدين فقط. يتسبب السكر بداء السكري، ولأنه يتسبب في ارتفاع منسوب الأنسولين، الهرمون المتسبب في إفراز إنزيمات تفتت الإيلاستين والكولاجين، أهم عنصرين لنضارة البشرة، فإن السكر يقتل نضارة بشرتك، وهو أحد الأسباب الرئيسة لظهور البثور. هل تريد إثباتاً؟ أجرى المعهد الطبي لجامعة لايدن الهولندية دراسة على 600 شخص من كلا الجنسين، أعمارهم بين 50 و70 عاماً، ليجد أن الذين لديهم مستويات سكر أعلى في دمائهم بدوا كأنهم أكبر بكثير من أعمارهم الحقيقية. تتسبب الكميات الهائلة من الإنسولين في الدم أيضاً بما يعرف بنقص سكر الدم التفاعلي. يعمل إفراز الإنسولين المفرط على تفتيت الجلوكوز في الدم، ومع اعتماد 30-40% من وظائف المخ على الجلوكوز، يشعر الناس بانحدار الطاقة ونقص التركيز دوماً. يسبب السكر إدمانه. كلما توقفت عنه طلب جسمك أكثر فأكثر. لا يكتفي السكر بجسدك، وإنما يمتد لشعورك أيضاً ويصيبك بالاكتئاب. في يوليو تموز الماضي نشرت كلية لندن دراسة تتبعت فيها أكثر من 8000 شخص بالغ أعمارهم فوق 22 عاماً، ليجدوا أن من يستهلكون أكثر من 60 جراماً من السكر يومياً معرضون للإصابة بالاكتئاب أكثر ب 30% ممن يستهلكونه بنسبة أقل، لأن ارتفاع السكر في الدم يعيق عمل النواقل العصبية في المخ بشكل سليم ويعبث بكيميائيته. لكن هناك من لا يريدك أن تعرف ذلك. لعقود طويلة دعمت شركات المشروبات الغازية والسكر الدراسات التي تؤيد أهميته، أهمية الكثير منه.
عام 2015 فقط كشف تحقيق أن الشركات دعمت 168 دراسة تدافع عن السكر، وحين حاولت منظمة الصحة العالمية تعميم إرشادات استهلاكه علينا هددها وفد من الحكومة الأمريكية بقطع التمويل تماما، لكن الإنترنت غير كل ذلك، واليوم تملأ دعوات الامتناع عن تناول السكر الفضاء الإلكتروني. مخاطره بدأت تنتشر في كل مكان وتخلو منه أي أنظمة غذاء صحية، لأن 75% من الأطعمة السريعة تحتوي على نسب عالية منه، ولأنه يوجد في كل شيء تقريبا دون أن تلحظ، الخبز، عصائر الفاكهة وغيرها. يحذر منه الأطباء ويشجع على تركه الرياضيون، وأولئك الذين توقفوا عن تناوله لاحظوا ارتفاعا تدريجيا في مستويات طاقتهم وتركيزهم وفي أحاسيسهم أيضا، بجانب ما يعرفه الجميع من خسارة وزن حتمية. أنت الآن تعرف ما الذي يفعله بك المسحوق الحلو الذي تحبه، فهل ستستمر بتناوله؟